يا حلالي، دي احدث اعمال محمد الفارس واللي صورها الايام اللي فاتت في تركيا. قابلنا محمد في دبي وكلمنا عن شخصيه العريس اللي بيقدمها في الكليب لاول مره، وليه اختار تركيا بالذات لتصوير الاغنيه. راح اتغزل بالمراه بشكل خرافي. ده كان وصف المطرب العراقي محمد الفارس لاغنيته الجديده حلالي، واللي انتهى من تصويرها فيديو كليب بتركيا. طبعا هذا الفيديو كليب الجديد بالنسبه لي فيديو كليب كلش احبه، بعد ما صاير بس انا احبه اعشقه، بيني وبينه قصه حب خرافيه. راح اجسد شخصيه عريس، بالعراق احنا نقول عريس، عريس يعني. واحضنك حبيبي وبقلب اريد اضمك. قدم الفارس أغنية يدك بالراس واللي جمعته بالمطرب نور الزين، ومحققة نسبة مشاهدة عالية تخطت 50 مليون في أقل من شهرين، وتنفيذها تم في وقت قياسي 3 ساعات. هاي الأغنية صارت ب3 ساعات، انكتبت وتلحنت وتوزعت وتصورت ب3 ساعات. كلمات المبدع محمد الجبوري، والتوزيع الموسيقي حيدر جيتارة، والألحان نور الزين. ولا صدق أنا عوفك بس انت عندي غالي. كان لي مشاركة مميزة في الموسم الثاني لبرنامج The Voice، وبرغم خسارته اللقب إلا أن الفنان كاظم الساهر أشاد بي في أكثر من مرة. قيصر الأستاذ كاظم الساهر حكى لي كلمة ما راح أنساها بحياتي، قال لي أنت إحساسك يجنن، وتوصل الإحساس بصورة بسيطة. احتاج له حاجة الفقرة عيشتها مرة، تكتفي بتمرة وما تمد ايديها. بعيد عن الغناء، محمد بيلحن لعدد من المطربين والمطربات، وكان آخر أعماله مع الفنانة بلقيس. كل الاحترام لها، بلقيس فنانة صوت مميز، ويشرفني أتعامل وياها، وانطيتها أغنية كلش حلوة، يا خالة يا أم هالولد. وعلى فكرة هم أكو سر بهاي الأغنية، أنا هاي الأغنية منطيها الغير مطربة، والمطربة ذيك ما أخذتها. وإذا تعودين الألبوم بلقيس، هاي الأغنية من أشهر الأغاني بالألبوم اللي جابت مشاهدات على اليوتيوب أكثر وحدة. يا خالة ابنك هالحلو لغيرة مثله ولا أكو. وبيحضر حالياً لأغنية جديدة من ألحانه مع حاتم العراقي، واللي بتجمعه بيه علاقة مميزة جداً. صار حاتم العراقي يحبني ويريد خاطري، وهو الداعم الأول إلي. تشيلي شنو الفكرة؟ كنا قاعدين بمكان، فقلت خليني أتحارش بيه شوية، خليني أغني هاي الأغنية قدامه. فغنيته فقال لي هاي مال منو؟ قلت والله هاي جديدة أنا مسويها. قال لي أريدها. صدقوني أنا راح أذوب من البعد يا ناس، مشتاق أبوسه ليش وقت بصورة التنباس. ما بين الغناء والتلحين، أيهم الأقرب لقلب محمد الفارس؟ بس يعني أنا أحب أغني، أحب صوتي يوصل لكل الناس، أحب صوتي يوصل لكل العالم العربي. مشتاق له قد رحمة الله وادعي من الله أشوفه مرة حتى أبقى مقابله.